سامي حفيظ دراجة إذن ركلات الترجيح ضربات الترجيح قبو حارس تيبي مازامبي من جهة ورئيس وهاب مبولحي حارس المتصارة تفرض صرامة كبيرة جدا على حراس المرمى بالدرجة. أنا مرتاح صدقوني أنا مرتاح لأنه لعبنا قبو في أول رمية لصالح المنتخب الجزائري رامي يستعد رامي وياي دخلت الكرة الأولى من أمام الحارس سيلفان قبو كم هو رائع عندما تسجل الأولى يا رامي ولاعب متميز ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله وحطها في الجول بتنضربه بعين حطها في الجول فرانكيسي على يسار الحارس رئيس وهاب مبولحي بروعة سجلها خليني نقول لكم بروعة 1-1 يلا يا إسلام يستعد إسلام يتقدم إسلام وحطها في الجول بروعة حطها في الجول بروعة إسلام سليمان يا سلام يسجل الأول يحفزنا يسجل الثاني يشجعنا يسجل الثاني الثالث يقوينا يسجل الرابع يطم أو كورني هو اللي خايف كورني هو اللي خايف كورني هو اللي خايف كورني حطها في الجول كورني حطها في الجول يعني تعادل في كل شيء حابين تودونا في 60 داهية هكذا كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص وفي ضربات الترجيح منتخب الجزائري يستعد لتنفيذها آدم الناس آدم الناس آدم الناس وجول آدم الناس وجول فرصتان الآن ينقذها الرئيس أو يسجلها الخامس آدم الناس حطها في الجول يا رئيس يلا يا رئيس خلصنا يا رئيس إجرادال وحطها في الجول سجل الرابع إجرادال من هو صاحب هدف التأهل هل هو إسماعيل بن ناصر هل هو إسماعيل بن ناصر إذا سجلناها يا بغداد نتأهل يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعلت يا بلايلي ماذا فعلت يا يوسف خايف بقايوكو خايف بقايوكو خايف بقايوكو خايف بقايوكو خايف بقايوكو خايف بقايوكو واستحقاق وامتياز بشكل بطولي.